السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله اللي بعدا في الدرب عندنا لهاد القهوة اللي مقابلة معنا وديالو الناس ديال ولاد دربنا الحمد لله اللي فتحوا القهوة ولكن بلومبورتي سي اون بروميير عندنا حنا في الدرب ديالنا سي اون بروميير الحمد لله. والناس هادو جيران ديالنا وكانوا سبحان الله العظيم من الناس اللي كانوا متبعين لو كونفينمون من اتلزاد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وتنتمناو الناس يديروا بحال هاد البدايه اللي داروا هاد الناس هادو اللي منهم السي ايوب ولد الباترون ديال هذا الكافي هذا العموري. والحمد لله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء هذا والوباء وتمشي الحياه عاوتاني كما كانت من قبل والحمد لله رب العالمين. المهم اول نهار في بعد اتخذت القرارات ديال الدوله بان الفتح المقاهي للعموم وبطريقه ديال قابله للاخذ وهو ان المقاهي بذلت جهد كبير في هذا النهار الاول. اولا بتنظيف وتعقيم المقاهي بطريقه صحيه. ثانيا لي غوبلي والطريقه ديال استقبال ديال الزبناء بطريقه حضاريه وصحيه كتراعي شروط السلامه منها تعقيم الايدي وكذلك تعقيم الكراسي الى غير ذلك. واستقبال ببهجه وسرور نظرا لاننا مقبلين على نتعداو هذه المرحله الخطيره ديال 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 الخروج الى الشارع مره اخرى. لذلك فالمقاهي الحمد لله استقبلت هذا القرار بصدر رحب. الحمد لله اليوم كنا محرومين من القهاوي واليوم استثنائي الحمد لله. اليوم كل شيء فرحان وكل شيء ناشط والامور غدا بخير وكنتمنوا من الله ان شاء الله يحيد علينا هذا الوباء والبنادم كل شيء الحمد لله يرجع القهاوي ويرجع الاماكن العمل ديالو. وكنشكر السلطات المحليه على المجهودات اللي قامت والاطباء كاملين. كنشكر السلطات المدنيه ديالنا اللي خلونا نفتحوا المقاهي ديالنا ونخدموا بخدمه امبورتي ما نخليوش الكليان يجي يدخل عندنا القهوه ولكن حنا نبيعوا ليه القهوه ولكن بشروط شروط قانونيه فهمتيني يشدوا الصفوف ديالهم. وكاين التعقيم كما تشوف معايا عندنا وسائل التعقيم عندنا شرشوا البنادم المعقم في يدو شن بنادم شي شد الصفوف ديالو كلشي شي ياخذ القهاوي ديالو وكلشي على ما يرام. هذا النهار هذا الحمد لله خدمنا بخير الحمد لله. هادشي كامل ترجع للسلطات المدنيه وترجع للقيد ديالنا ديال عين السبع وترجع لسيدنا والله ينصرو والله يبعد علينا هذا الوباء ديالنا يا ربي امين. حنا وقع لينا هذا المشكل ديال الوباء والله يعفو عنا من هادشي ديال الوباء. ونتمناو المغاربه الله يحفظهم لينا ويصبروا ويبقاو في ديورهم وراه هادشي ما بقى قد ما فات. ونتمناو لهم الخير ان شاء الله وكلشي غادي ينشط وهالقهاوي يحلو. انا راه موالف بالقهيوه انا راه جيت عند مول القهوه خديت قهيوه والحمد لله. تنتمناو الخير لهاد الناس المغاربه اللي ما خدامين ما والو والله ينصرهم لينا والله ينصر سيدنا والله يحفظ الامن الوطن اللي ضحى معنا والله يخليهم لينا كل شيء. هذا الامن اللي ضحى معنا الله يكثر خيرهم والله يحفظهم الله يخلي وليداتهم والله يحفظ هاد الناس هادو المالون ديال الوليدات الله يحفظ هاد الناس وهاد الناس مالي القهوه الله يكثر خيرهم. هاد الناس مالي القهوه راه معامله تيتعاملوا معنا دائما فين ما نجيو تيتهلاو فينا الله يعطيهم الخير والله يحفظ المغاربه كاملين ويبقاو في دويرهم ما بقى قد ما فات. وان شاء الله كنا غنشطوا مع الوداد ومع الراجا ان شاء الله وغنكونوا ضاحكين والحسنيه والله ينصر سيدنا الله يحفظه لينا. عاش مع السادين الله والوطن والمريخ.